كبافم يولي فام متواصلة معكم حتى الماضي ثلاثة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة وخير وعافية. نقول لها مرحبا يا نورهان. أهلا وسهلا، شنو أحوالك يا نورهان؟ الحمد لله. لبس عليك يا نورهان؟ لبس الحمد لله. شنو أحوالك يا حبيبي؟ الحمد لله. نسمعوك تتشيت في الفوندو. الفوندو 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 اليوم شنو نحكيو على حكاية النمر وسيدي بنادم والذيب. فما راجل فلاح الحيوانات الكل اللي يملكهم من أغلام ودجاج وبقر كلاهم النمر، كل يوم تنقص حاجة حتى قعد من غير حتى حيوان. نهار قام عمل فخ من حديد وحط فيه علوش، وفي الليل جا النمر تخلى الفخ وتسكر عليه وقعد لداخل. طلع النهار مشى سي الفلاح يشوف الفخ، يلقى النمر محبوس في وسطه وفرح، وبقى النمر محبوس في وسط القفص. نهار الأول والثاني والثالث من الأول يظهر ويسيح، ولكن ما جاء نهار الثالث حتى ولا كيف القطوس من الجوع والعطش. ثلاثة أيام محبوس في وسط القفص، حتى صدفة راجل حطب كان يجمع في الحطب وسط الغابة ومروح، شاف القفص والنمر محبوس في وسطه، حال فمه وعينيه حل فيهم بالسيف وطلب منه أنه يخرجه. قالوا الحطب سامحني يا عمي النمر، لكن نتوما نمور معروفين بحاجة قلة المعروف، والغدر يقولوا اللي النمر غدار وما يشوفش بالخير. قالوا النمر اختاك يا خويا بني آدم، ما تسمع هالكلام، النمر شهم وما كيفه حتى حد. وقعد يقنع فيه حتى اقتنع، وحلوا الباب وخرج النمر من القفص وبدأ يتفاوب ويدور ويتلفت يمين ويسار، وقال أنا جيعان. زر الحطاب قالوا اي نعم عندك الحق، حتى انت يا سي النمر ثلاثة ايام محبوس. عجبني القدر مقدروا للنمر، اكيد يلزم يقدروا كل عام النمر سي النمر. ذكرني بتونسي كيف بدي حاشو عم تعب جاك من حلاوة كيجي عمي الذيب. عمي الذيب ايه انا برشا عموما ذيبك هيك. امشي شفت القاشي غزيل والا ارنب وكل حاجة شبع بها روحك. النمر قالوا انا تعب وبش نموت من الشر وراني ما عادش نجم نصبر، اش ناكلك؟ آه قالوا يا عمي النمر اش كنت تقول قبل ما نخرجك من القفص؟ مش وعدتني وعطيتني كلمة شرف؟ قام سي الحطاب يترجف النمر، وقعد الحطاب يلوج على حيلة باش يمنع من هالمصيبة، وقال يا سي النمر قبل ما تكلني هيا نشوفوا شكون يحكم بيناتنا، نحكموا بيناتنا ستة مخلوقات واللي يقولوه هما اذك هو. مشاو النمر والحطاب بجنب بعضهم حتى عرضهم في الاول شجرة كرموس. لو صعبين النمر اي. قالت الشجرة يا بني ادم صاحب شر، شوف اخصاني كيفاش مكسرة وهو اللي كسرها، قول صح عليك. وقال الجمل ريتو هالعرق اللي يجري مني على وجهي ولحمي، هذا خاطر كنت هارب من بني ادم وقت اللي كنت صغير نحمل الاثقال، وكيف كبرت ولا يضرب فيا واليوم يحب يذبحني، قول صح عليك. والثور قال انا هربت من الباب البطوار والجزار يجري ورايا بالسكين يحب يذبحني، قول يا عمي النمر وصحة وبالشفاء. النسر انا نسكن في قمام الجبال، لكن سيبني بني ادم يطلع لوين نسكن ويهز لي صغاري ويخليني بوجيعتي، قول صحة وبالشفاء. التمساح قال له قول يا عمي النمر انا بني ادم يقتل فيا ويصنع من الجلد متاعي في حوايج. قال الحطاب لا نعجبنيش الحكام، وبقى توحكم هو الفصل بيناتهم. يمشي سي النمر وبني آدم حتى لين يعرضهم ذيب، حكاو له الحكاية بالتفصيل. قال الذيب لا ما فهمتش عاودولي. زاد حكاو له الحكاية مرة ثانية. قال له الذيب لا باقي ما فهمتش كيفاش، نحب نعرف كيفاش صارت الحكاية باش نحكم على أساس العدل والإنصاف، وسأل وين صارت. مشى بني آدم والنمر ومعاهم الذيب حتى وصلوا للمكان اللي فيه القفص. قال الذيب كيفاش من الأول؟ قالوا الحطاب النمر كان محبوس في القفص وأنا جيت. قالوا وريني ما فهمتش، تخلصي النمر للقفص وبقى المحبوس هنا. قالوا يا بني آدم الخطا كيفاش كان، مسكر وإلا محلول؟ نحب نشوفه كيفاش كان، باقي ما فهمتش. مش هاسي الحطة وسكر الباب متاع القفص والنمر لداخل، وقال كيف هكا كان الباب يا عمي الذيب؟ ضحك الذيب وقال الحطة بي شنو مازلت تحبر على روحك. وقعد النمر محبوس من جديد. فرح الحطاب وسأل الذيب عليه جيت معايا، الحيوانات الكل والمخلوقات الكل حكموا ضدي، كان انت جيت معايا. غزر له الذيب وقال له على خطرنا كيف كيف اثنين ماناش ناس ملاح. يعطيك الصحة يا نوريان، شكرا لي. كانت هذه الفوندو الفوندو بعد ناسيونال جيوغرافي اللي حلت لنا نوريان بكار وعالم الحيوان. اقرا ما بين السطور تو تفهم. نخرجوا بالعالم الحيواني، تدخلوا في الكوجينه بعد شويه، نطيبوا مع بعضنا يا سيدي. شنو رايكم؟ كما قلت لكم في بريك دنوني يعمل 66 كيف الطريقه الناجحه وكيفاش نحضروه، هذا تكتشفوه بعد شويه. تو باش نسمعكم اغنيه عاشق مجنون.